من موقفها لاحقا. الإعلان عن تشكيلة منتخب المرابطون الشباب لمواجهة نظيره السعودي وديا، ومصطفى صل يتولى تدريب المنتخب مؤقتا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عادت قناة المرابطون إلى البث من جديد بعد توقف استمر أسبوعا بسبب الحريق الذي تعرضت له، وتسبب في تلف أكثر من 70% من المعدات والتجهيزات. وقد أصدرت القناة بيانا أكدت فيه قرارها العودة إلى البث الجزئي من خلال نشرات الأخبار وبرنامج المشهد اليومي. وشكرت القناة الرأي العام الوطني بمختلف مكوناته الإعلامية والسياسية والحقوقية والمواطنين العاديين على المؤازرة والتضامن. هذا وكان الاستوديو الرئيسي لقناة المرابطون قد تعرض لحريق في 7 من شهر دجنبر الجاري، تسبب في تلف كامل معداته وتجهيزاته، واضطرت معه القناة للتوقف. وقد زار مئات الشخصيات السياسية والإعلامية والحقوقية والرياضية والمواطنون العاديون مقر القناة تضامنا معها. تفاصيل أوفا في سياق هذا التقرير. أعمدة النار تتصاعد من مبنى قناة المرابطون لحظات بعد اشتعاله، طاشت العقول وزاغت الأبصار وبلغ القلق مداه. الاستوديو المركزي بالقناة أكبر المرافق فيها يشتعل بما فيه نارا. كاميرات التصوير وديكورات البرامج ومعدات الصوت وأجهزة البث المباشر كلها أصبحت أثرا بعد عين في بضع دقائق. ما زاد الوضع قلقا والقلوب ارتجافا هو اكتشاف أحد العمال خلف خطوط النار، ولا ملجأ إلا بتحطيم الحائط، لينهال رجال الإنقاذ بجهودهم البدائية على الجدار الخلفي للقناة. وأخيرا يخرج أحمد من بين ألسنة النار على أكتاف الرجال، فيهون الخطب بعد سلامة الأنفس والأرواح. وكالعادة لا تصل الحماية المدنية إلا بعد الحادث. جاءت هذه السيارة التي نفدت حمولتها بعد بضع دقائق، وهي التي لم تبرح مكانها إلا بعد أن فعلت النار فعلها في القناة، لتلتحق بها هاتان السيارتان اللتان لم تدركا إلا غبار الحريق. مئات الضيوف من مختلف مكونات المجتمع وأطيافه، علماء وسياسيون وصحفيون ومدونون وهيئات مجتمع مدني ومواطنون بلا صفات، تعاقبوا على ميكروفون قناة المرابطون يعلمون الناس الخير، يدافعون عن آرائهم ومواقفهم، ويعبرون عن خلجات نفوسهم دون أن يقتطع صوت أو تقص صورة. وما كان جمهور القناة ناكرا جميلها ولا ناسيا معروفها، فقد تقاطرت وفود التضامن على مبنى القناة من أول لحظة داعمة ومتبرعة وعارضة للمعروف. واليوم تعود قناة المرابطون إلى البث من جديد بعدما توقفت 7 أيام بعارض خارج عن طوقها، بل عن طوق البشر أجمع. تعود إلى المشاهدين من جديد لتكمل الطريق وتواصل المسير وتحكي قصة المنسيين الذين لا شاشة لهم سوى المرابطون. ومعنا في الاستوديو مولاي إبراهيم المدير العام لقناة المرابطون، أهلا وسهلا بكم. بداية، استغرقت عملية إعادة البث أسبوعا كاملا، يعني سؤال هنا، هل وضعتم المشاهد في صورة ما جرى؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بادئ أود أن أشكر المجتمع الموريتاني على الهبة الشعبية الكبيرة والتعاطف مع قناة المرابطون في هذه المحنة التي مرت بها. حقيقة هذه الهبة الكبيرة شملت كل أجناس المجتمع الموريتاني، بدءا برؤساء الأحزاب السياسية ورؤساء المنظمات المجتمع المدني والحقوقيين والنقابات والمحامين والطلاب والشباب والنساء والمواطن العادي. كذلك أشكر أيضا مشاهدي قناة المرابطون خارج موريتانيا، سواء من الجاليات الموريتانية في الخارج أو حتى مواطني دول الجوار الذين تصل إليهم خدمات قناة المرابطون، والذين اتصلوا بنا يعلنون عن تضامنهم ووقوفهم مع قناة المرابطون. حقيقة ما حدث هو كارثة بكل المقاييس، حيث بشكل مفاجئ اشتعل حريق هائل في الاستديو المركزي لقناة المرابطين، واستغرق إخماده زهاء ساعة ونصف أو أكثر، وكان الحقيقة الحريق هائل وقضى
على كل المعدات والتجهيزات الموجودة داخل هذا الاستوديو، وكذلك على كل أجهزة البث والتوصيلات الضرورية لعملية البث. حقيقة ما زاد الأمر فظاعة أن أحد زملائنا كان موجود داخل الاستوديو أو في يعني غرفة قريبة منه، وحقيقة أن طاقم القناة مر بظرفية صعبة لأنه قرابة 20 دقيقة ليست له أي معلومة عن الزميل وهو أخونا أحمد ولامينو رئيس قسم الجرافيكس في القناة. الحمد لله على سلامة. الحمد لله على سلامة. طيب كيف تصفون الأضرار، وهل استعدتم زمام المبادرة بشكل فعلي؟ حقيقة الأضرار كما قلت لك هي أضرار كبيرة جدا وهائلة، والقناة وبما تقدرونها أيضا هي تقدر إلى حسب التقديرات الأولية إلى حد الساعة أنها 252 مليون وزيادة. حقيقة الاستوديو الكبير الذي بناؤه كلف الكثير من الأموال، وكذلك يعني الكاميرات الغالية وتريكاستر وأجهزة التشفير أنكودير وغيرها من الأمور الثمينة والتوصيلات البث وغير ذلك، كل هذا أتى عليه الحريق، وبالتالي حقيقة أن التكلفة المادية كانت كبيرة جدا. لكن الحمد لله سلامة الطاقم، طواقم الجزيرة، طواقم المرابطون، الحمد لله على سلامتهم. طيب هل استعدتم زمام المبادرة بشكل فعلي الآن؟ الحمد لله نحن استعدنا زمام المبادرة، ولذا الحمد لله احنا انطلقنا الليلة بنشرات الأخبار، والقناة ستتمكن من بث أرشيفها ومن تقديم بعض البرامج، وكذلك تتمكن من التغطيات الخارجية وتغطيات الأنشطة التي تجري في موريتانيا وبثها. وبالتالي أعتقد أننا استعدنا زمام المبادرة، والقناة تحتاج إلى وقت كي تعود إلى سابق عهدها، وبكل تأكيد ستعود إلى أفضل إن شاء الله من سابق عهدها. طيب كانت هبة المجتمع التضامنية كبيرة وواسعة، يعني كيف تم التعاطي مع هذه الهبة الواسعة بشكل موضوعي كما وصفت بذلك؟ حقيقة الهبة كما قلت كانت واسعة وكانت كبيرة، ونحن لا يسعنا إلا أن نقدرها ونثمنها عاليا. وأعتقد أن استيعاب القناة لهذه الهبة سيكون إن شاء الله تعالى في تطويرها لأدائها وتجويد الخدمة التي تقدم للمشاهد، لأن هذا هو جزاء هذا المجتمع الذي قدر قيمة هذه القناة وقدر الرسالة التي تقوم بتوصيلها للمواطن، وقدر وقوفها في أوقات عصيبة إلى جانب فئات محرومة من هذا المجتمع وإيصالها لرسائلهم إلى المعنيين وإلى من يهمه الأمر في البلد. طيب ماذا في شعبة القناة مستقبلا أو المستقبل القادم؟ القناة الآن عاكفة على استراتيجية جديدة من خلالها ستقوم بتحديث مسطرتها البرامجية، ونأمل إن شاء الله أن تنطلق هذه المسطرة البرامجية الحديثة في بداية هذه السنة في يناير من 2017، وكذلك سنعمل إن شاء الله تعالى على مضاعفة جهودنا من أجل الوصول إلى المشاهد الموريتاني والمشاهد في المنطقة في كل مكان، وسنعمل إن شاء الله على أن نظل دائما صوت المواطن الموريتاني، وأن نظل دائما منبر للرأي والرأي الآخر، وأن نظل دائما حريصين على تطبيق شعارنا الشعار المعروف الوطن بكل ألوانه. طيب مولاي والإبراهيم المدير العام لقناة المرابطون، شكرا جزيلا لكم. شكرا. قال ناطق رسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد لامين والشيخ إن الحكومة لا تزال في طور جمع المعلومات حول ما يجري في غامبيا، وستعلن موقفها الرسمي لاحقا بعد اكتمال جمع المعلومات والاطلاع على ملابسات الأوضاع هناك. بالنسبة غامبيا، طبعا هي فيها غامبيا فيها موريتانيين جالية موريتانية معتبرة، والشعب الغامبي والشعب الموريتاني بينهم أواصل وعلاقات، والدولة الغامبية مع موريتاني، ولذلك نحن مرحلة جمع المعلومات ملابسات تلك القضايا، وإن شاء الله منين ينضج فيها شيء إن شاء الله ندور نقول موقفنا من ذاك اليوم إن شاء الله.
لكن الآن مرحلة تسرع في المواقف، تعرف أنه ما يتواسع، خلينا بعد قاعد تجمع المعلومات، ورا ذاك عندي المفهوم قاعد حد موقفه تتضح القضية لا ما زالت داخله لغامبيا، لأن إن شاء الله تجمع المعلومات الكافية يدور إن شاء الله تتضح المواقف من الموقف. في شأن الغامبي، حيث دعت منظمة الأمم المتحدة الرئيس الغامبي المنتهية ولايته يحيى جامي إلى الاستعداد لتسليم السلطة للمرشح الفائز أداما بارو شهر يناير القادم. وكان يحيى جامي قد تراجع عن اعترافه بنتائج الانتخابات الرئاسية ودعا لإعادتها، وهو ما يرفضه مرشح المعارضة الفائز، ويقول إن جامي ليس من حقه إلغاء النتائج ولا تضمها. تفاصيل أوفا نتابعها في سياق التقرير التالي. انتهت الانتخابات الرئاسية الغامبية مطلع الشهر الجاري، لكن تداعياتها لما تنتهي بعد. فالرئيس المنتهية ولايته يحيى جامي يتراجع عن الاعتراف بالنتائج التي أعلنت فوز منافسه المعارض أداما بارو، ويدعو لإعادتها من جديد. تراجع عاشت على إثره البلاد أياما، وهي على وقع الشد والجذب والتصريحات المضادة وتمسك مرشح المعارضة الموحدة بفوزه. استقبلت بانجول بعثة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تسعى للوساطة بين الرئيسين الفائز والخاسر في الانتخابات، لكن جامي أصر على التمسك بموقفه الطاعن في شرعية الاقتراع، وتقدم حزبه الحاكم بطعون أمام اللجنة الانتخابية. الأمم المتحدة كما الاتحادان الإفريقي والأوروبي وغيرهما تدعو جامي لمغادرة السلطة بعد أن اعترف للوهلة الأولى بالنتائج، وقال إن الغامبيين آثروا غيره لتسيير شؤونهم في المرحلة القادمة قبل أن يتراجع لاحقا، ويقول إن الاقتراع لم يكن نزيها. ويحكم جامي غامبيا منذ عام 94 900 وألف على إثر انقلاب أطاح برئيس البلاد داود جاورا الذي مكث في الحكم 24 سنة. تعرض جامي البالغ من العمر 51 عاما، وهو ذاته عمر استقلال الدولة عن بريطانيا وعمر مرشح المعارضة الفائز في الانتخابات، تعرض لمحاولات انقلابية لكنها باءت بالفشل. كان يسعى للفوز بمأمورية رئاسية خامسة، لكن الغامبيين آثروا تغييره بعد استمراره في الحكم على مدى 22 عاما. اشتهر جامي بالتصريحات والقرارات الغريبة، من ذلك إعلانه التوصل لعلاج مرض الإيدز عبر الأعشاب، وانسحاب بلاده من رابطة الكومنولث، وقراره حظر اللغة الإنجليزية كلغة رسمية للبلاد. صدق مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماعه الخميس على مشروع مرسوم يحدد صلاحيات الولاة والحكام في مجال تسيير الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة. وقال وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد العالي والمحمد خونة إن مشروع المرسوم يدخل في سياق حوسبة تسيير المصادر البشرية، ويمنح الولاة والحكام بعض الصلاحيات طبقا لأحكام القانون الصادر عام 93. مشروع المرسوم يمنح الولاة والحكام بعض الصلاحيات في مجال تسيير الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة طبقا لأحكام القانون رقم 93/09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة. يسعى مشروع المرسوم هذا إلى موائمة صلاحيات المسؤولين الإقليميين مع الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد الذي استحدثته الحكومة بشأن تسيير المصادر البشرية للدولة، وإنشاء مصلحة للعمال لدى كل سلطة إقليمية مخولة تسيير عمال الدولة، والقيام بعمليات تسيير المصادر البشرية محليا من مثل الإجازات ورخص التغيب، متابعة الحضور، العقوبات، سحب كشوف الرواتب، تصحيح الوضعية الإدارية. خلال اجتماعه الخميس بيانا حول ترقية المنظومة المحاسبية الموريتانية، وقال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية محمد الكمبو إن المنظومة المحاسبية الموجودة لدى موريتانيا أضحت قديمة. وأضاف الكمبو خلال مؤتمر صحفي للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء إن البيان المقدم من طرف وزارة الاقتصاد والمالية يهدف إلى تفعيل بعض اللجان الخاصة بالمحاسبة ويسعى إلى تطوير أدائها. إن بلدنا كان عنده منظومة قديمة جدا
من الثمانينات، وكان عندنا هيئات اللي منها ما مفعل واللي منها يخصوا أيضا الإشراف والتنظيم. ويهدف هذا البيان أولا إلى تفعيل اللجنة الوطنية للمحاسبة اللي كانت هيئة موجودة، يعني ما قط فعلت ولا قط عندها دور ذاك، وهو ملموس في ذا اللي قال له النظم المحاسبية والإجراءات المحاسبية الوطنية. وذاك لا يسمح لنا بعدين إن شاء الله ربنا بصفة تدريجية وبتكييفهم مع ملائمتهم مع حقائقنا ومتطلبات دورتنا الاقتصادية علينا نعتمد النظم الدولية للمحاسبة ونشر المعلومات المحاسبية. نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بالتعاون مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ورشة بنواكشوط حول قانون مكافحة العنف المؤسس على النوع. ويتكون القانون من أزيد من 74 مادة ينص بعضها على عقوبات صارمة لمن يمارس العنف ضد المرأة والفتاة. وكانت موريتانيا قد صادقت على القانون بهدف سد بعض الثغرات القانونية في مجال محاربة العنف ضد المرأة. استجابة للتغيرات الحاصلة في المجتمع والطلب المتزايد لسد بعض الثغرات القانونية في مجال محاربة العنف ضد المرأة والفتاة، صادقت الحكومة مؤخرا على مشروع قانون إطاري يتعلق بالعنف المبني على أساس النوع. وينص مشروع القانون الذي يتضمن أكثر من 74 مادة على تحديد عقوبات صارمة ضد من تثبت عليه ممارسة العنف ضد المرأة والبنت، كما يعني أيضا أن الضحايا أصبحوا يتمتعون بالمزيد من الدعم. وينص مشروع القانون على توفير الموارد المالية لذلك وتكوين وتأهيل العاملين في هذا المجال حتى يتمكنوا من تطبيق القانون نصا وروحا. ويتضمن مشروع القانون 5 فصول يتعلق أولها بالأحكام العامة، ويتطرق الثاني للعقوبات المطبقة على الجنح والجرائم الجنسية ضد النساء، ويحدد الثالث الإجراءات القضائية المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على النساء. أما الرابع فإنه يركز على الوقاية، بينما ينظم الخامس أشكال التكفل بالضحايا. إلى الشأن الفلسطيني، حيث شهدت غزة وقفة تضامنية مع حلب من أمام مقر المندوب السامي للأمم المتحدة وسط غزة، نددت بما يتعرض له المدنيون في المدينة نتيجة استمرار حصار النظام والقصف الروسي. التفاصيل في سياق التقرير التالي. بحمى التعاضد وسهر التضامن، تداعت غزة لحلب من خلال وقفة تضامنية لبت نداء فعاليتها العشرات من نساء غزة، وأطلقت دعوتها المنظمة النسائية في حركة حماس. الوقفة التي نظمت أمام مقر المندوب السامي للأمم المتحدة وسط غزة شهدت مشاركة واسعة من لدن قيادات العمل النسائي، وكان للأطفال فيها حضور ناطق وبصمة معبرة. رجاء الحلبي مسؤولة العمل النسائي في حركة المقاومة الإسلامية حماس قالت إن حلب تشكو الألم، وإن هذه وقفة صادقة وحقيقية من أهالي غزة بنسائها وأطفالها الذين عانوا واحترقت بيوتهم وتقطعت أوصالهم وودعوا أبناءهم شهداء. وأضافت رجاء متسائلة: أي قانون دولي يبيح لروسيا أن تعيث فسادا في سوريا وشعبها؟ أين القانون الدولي وهيئات حقوق الإنسان والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية؟ وتبقى يد الشتات وقسوة المخيم وغل الحصار وقصف الاحتلال وجغرافيا الشام مشتركا يخلع على المناصرة الغزية حلة إنسانية ضافية المعنى سابغة الدلالة في نسخة الوقفة التضامنية المشهودة. رياضيا، في هذه النشرة أعلن عن تشكيلة منتخب المرابطون الشباب لمواجهة نظيره السعودي في مباراة ودية ستنظم يوم الاثنين بالمملكة العربية السعودية. هذا ويتولى مصطفى صل مؤقتا تدريب منتخب المرابطون الشباب إلى حين التعاقد مع مدرب آخر جديد لا يزال البحث عنه جاريا. وتابعوا التفاصيل ضمن هذا التقرير. تشكيلة منتخب شباب المرابطون تخرج إلى النور من جديد، لكن هذه المرة من بوابة مصطفى صل.
الذي سيشرف على تدريب منتخب شباب ريثما يجد الاتحاد الموريتاني لكرة القدم البديلة في أقرب وقت ممكن. مصطفى صل المساعد الأول للفرنسي كورنتان مارتينز يرى الشارع الرياضي الموريتاني أن وجوده ضمن قائمة الجهاز الفني للمنتخب الأول في التصفيات الماضية ليس بالأمر الضروري، فالرجل في منظور البعض لم يشكل إضافة تذكر، وكذلك خياراته ضمن قائمة اللاعبين التي يتقدم بها في كل مرة للفرنسي تقضي على أحقية البعض وتفتح المجال للبعض الآخر. كل هذه العوامل تضافرت وشكلت نواة قوية داخل الشارع الرياضي الموريتاني لا تريد مصطفى صل في أي حال من الأحوال في قدم محطات المنتخب الوطني. المنتخب السعودي للشباب يعلن استعداده لخوض لقاء ودي أمام منتخب المرابطون يوم الاثنين القادم هناك في بلاد الحرمين الشريفين. ظهر المدرب مصطفى صل على رأس قائمة الفريق الفني ولو مؤقتا، حيث كشف عن أسماء تشكيلته واستبعد أخرى منذ قرابة يومين، ليعود اليوم ويكشف عن أسماء جديدة ويزيح أخرى على بعد أيام قليلة من مواجهة منتخب الحضور السعودي، ليعيد إلى الأذهان حادثة ملعب محمد الخامس والخماسية النظيفة من المنتخب المغربي للمحليين آنذاك، حين اضطر اللاعب سالي تراوري للقيام بدور حارس المرمى بعدما استنفذ الرجل كل خياراته في ذلك اللقاء. قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية محمد الأمين الشيخ إن الوزارة ليست على علم بوجود الفنان السوري فريد حسن بموريتانيا إلا قبل يومين من انطلاق المهرجان، وإنه أبدى الرغبة في أن يحل ضيفا على المهرجان لا أن يكون مشاركا. وأضاف الشيخ خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط أن الضيوف المشاركين في الأمسيات الفنية بمهرجان وادان تمت برمجتهم منذ شهر. فريد حسن فعلا فنان خدم موريتانيا ولنا معاه ذكريات جيدة الموريتانيين بصفة عامة، لكنه هو كان في موسيدو موريتانيا، احنا قاعد ما قطع منه موسيدو موريتانيا ما هو قبل المهرجان بيومين وظهره، وبدأنا انه عنده رغبة انه يبغي يستضاف كضيف، وكما تعلم اصلا استاذ علم الاجتماع ما هو فنان، وموسيقار كان واستاذ علم الاجتماع وعنده كتب ومؤلفات حول الموضوع، ولذلك استضفناه بصيفته كشخص، فتنجيناه الضيوف اللي لا هي اللي مشاركين في السهرة ضيوفهم من اللي هم الشهر هم برمجين. إذا عدتوا شفتوا حد جماهم برمج فم ذاك خطأ من الناس المشرفة، وتعرفوا أنتم أنه خطأ لأنه ما وقدم له قزرة من القزرات اللي دائما تعرفوا، قال يسمى الناس يقصر يعود عضو في الوهود الرسمية وهو ما هو فيها يعود غير ما هو مبرمجة، الناس اللي كانت مبرمجة هي ذيك الفرق الفنية وهي اللي مبرمجة ضمن فقرات السهرة. شيلو حفشي الساخرة الشخصيات السياسية والحقوقية والإعلامية الفائزة بجوائزها السنوية، وحسب بيان اللجنة فقد شارك في الاستطلاع أزيد من 3900 مشارك أغلبهم اهتم بالتصويت على الشخصيات السياسية والإعلامية. حسب النتائج التي تتحمل شيلو حفشي مسؤوليتها كاملة، فقد بلغ عدد المشاركين في الاستطلاع عبر البريد الإلكتروني 1604 مشارك، وبلغ عدد المشاركين بالرسائل إلى صفحة الموقع على الفيسبوك 2320 مشارك، أي ما مجموعه 3924 مشارك. أغلبهم اهتم بالتصويت في خانات السياسيين والإعلاميين، ولم تسلم المشاركات من مفارقات طريفة. تعهد القائمون على شلو حفشي بتقديم هذا الجمهور في هذا الحفل. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. قناة المرابطون تعود للبث من جديد بعد توقف اضطراري استمر أسبوعا جراء حريق استديوهها المركزي. الناطق باسم الحكومة الموريتانية يقول إن الحكومة تجمع المعلومات حول ما يجري في غامبيا وستعلن موقفها لاحقا.
الإعلان عن تشكيلة منتخب المرابطون الشباب لمواجهة نظيره السعودي وديا، ومصطفى الصال يتولى تدريب المنتخب مؤقتا. يمكنكم مشاهدي الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله. أطيب المنى. من موريتيل ستجدونها الشريحة الأفضل بسعر 500 أوقية فقط. موريتيل تهديكم 5000 أوقية من الرصيد عند تفعيل مع الكثير من الميجا والأس أم أس. ليس هذا فقط، استفيدوا خلال 3 أشهر من زيادة 200% عند كل تعبئة ابتداء من 1000 أوقية. شريحة ساوي، هذا ساوي. موريتيل، عالم جديد بين يديك. زيادة 200% الدار. بفضل زيادة 200% الدار، عبئوا هاتفكم الثابت واتصلوا نحو جميع الشبكات مقابل 30 أوقية فقط للدقيقة. زيادة 200% الدار صالحة أيضا لاشتراككم الثابت أهلي. ولراحة أكثر استخدموا بطاقات الجوال لتعبئة هواتفكم الثابتة ابتداء من تعبئة 100 أوقية. موريتيل، عالم جديد بين يديك. فورفيهات غاتي بلس، الحل الأفضل لجميع اتصالاتكم. نجمة 4 لمكالماتكم نحو الخارج بأخفض تسعيرة. عبئوا ببطاقة الجوال من 100 أوقية إلى 3000 أوقية واستفيدوا من 90 دقيقة من المكالمات نحو الخارج ولمدة شهر. فورفي غاتي بلس نجمة 4 متوفر بتعبئات 100 200 300 500 1000 2000 و3000 أوقية. موريتيل، عالم جديد بين يديك. انترنت فعال ما يبخل، رايد الاتصال موريتيل. انترنت فعال ما يبخل، رايد الاتصال موريتيل. Le département de l'environnement portant sur le démarrage effectif du projet de gestion. الملأ من قريش الذين كانوا أشد الناس عداوة له بالأمس، أبو سفيان بن حرب أعطاه 100 ناقة، أعطى ابنه معاوية بن أبي سفيان 100 ناقة، أعطى صفوان بن أمية بن خلف 100 ناقة، أعطى 6 من رجال بني مخزوم كل 100 ناقة، أعطى رجلا ما ملأ بين جبلين من الإبل والغنم. هذه أمور عجيبة شهدوا له بها أن هذا عطاء من لا يخاف من رب العرش إقلاله، صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. بكت دمعها المفاض ملء عين.
التمهيد بتفوق مفتر. صاحبتها في قابل ثغرها الوضاء أفعلها بسهولة، أفعلها بصعوبة، أفعلها كمفاجأة، كان بيبي لكل الأطفال، أفعلها في الخفاء، أفعلها مع القفز، كان بيبي لكل الأطفال، كان بيبي للأمهات المتمرسات، كان بيبي تبدأ مرحلة جديدة بنظام إغلاقها الفريد المدعوم بحواجز خلفية وأمامية. كام بيبي الجديد يقدم حماية أفضل ضد السيلان. كام بيبي الخيار الذكي للأمهات المتمرسات. Mauritania Airlines a le plaisir de vous présenter son nouvel appareil, le tout nouveau Boeing 737-800 Blue Sky. Bienvenue à bord de notre avion de dernière génération. Profitez du confort de sa cabine et de l'hospitalité légendaire de son équipage. Forte de l'agrandissement de sa flotte et du professionnalisme de ses équipes, Mauritania Airlines dessert toutes les destinations de la région. Ouagadougou et Dakar tous les jours, Casablanca 5 vols par semaine, Las Palmas et Conakry 4 vols par semaine, Zouerat, Bamako et Abidjan 3 vols par semaine, Tunis 2 vols par semaine et prochainement Freetown, Niamey, Brazzaville, Cotonou, Paris. Une offre complète de destinations à des prix défiant toute concurrence, alliée à la ponctualité, la régularité, la qualité de service et à une sécurité aux normes internationales. Tels sont les engagements de Mauritania Airlines. Mauritania Airlines vous emmènera toujours plus loin. En novembre, avec les bouquets Canal+, un petit conseil, soyez prêts. Le cinéma est galactique et les séries 5 étoiles. Le sport s'affiche plus spectaculaire que jamais. Faut que je passe un message. Son Altesse la Princesse d'Avalor est arrivée. Doucement, tu m'arraches les plumes. Soyez prêts pour une démonstration de force. Il se passe quelque chose ici et tu vas me le dire. Prêt à repousser vos limites. Parce que le meilleur reste à venir. Avec la semaine généreuse, réabonnez-vous avant la fin de votre abonnement et profitez de grandes chaînes offertes pendant 7 jours. Alors n'attendez plus. شريحة تساوي سأس اتصال سوي والغير ما ينقاس به له سوي لا تقبل لا تشري ما هو العرض السوي شريحة تساوي سأس اتصال سوي والفيها خمسة لاه وانترنت تساوي ولاتي تتساوي شي ما هو مساوي وميتين في المية زيادة لساوي من عند الفوقية والله تساوي 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 والله تساوي. Essayez le nouvel abonnement Saoui de Moritel. Vous verrez, il est au-dessus des autres. Au prix de 500 ougias seulement, Moritel vous offre dès l'activation 5000 ougias de crédit cash avec plein de mégas et de SMS. Mais ce n'est pas tout. Vous profiterez durant 3 mois d'un super bonus de 200% à chaque recharge à partir de 1000 ougias. L'abonnement Saoui, vraiment Saoui. Moritel, un monde nouveau vous appartient. Nouveau bonus El Jawal, rien que pour vous. Nouveau bonus El Jawal, rien que pour vous. Profitez en ce moment du nouveau super bonus 300% El Jawal à partir de 1000 ougias. Pour une recharge de 1000 ougias, vous bénéficiez de 4000 ougias de crédit pour vos appels vers tous les opérateurs. Par exemple, pour une recharge de 1000 ougias, vous bénéficiez de 1000 ougias dans votre compteur principal, plus 3000 ougias dans votre compteur super bonus pour tous vos appels nationaux. Et afin de vous procurer un maximum de liberté, avec le super bonus 300% Al Jawal, vous appelez tous les opérateurs avec une tarification à la seconde. Les nouveaux bonus Al Jawal, min ajlikoum.
200% de bonus Adar. Grâce au bonus 200% Adar, rechargez votre ligne fixe et appelez tous les opérateurs à 30 ougis à la minute seulement. Le bonus 200% Adar est également valable pour votre ligne fixe Airly. Et pour plus de commodité, vous pouvez utiliser les cartes El Jawal pour recharger votre ligne fixe. Le bonus 200% est valable à partir de la carte de recharge de 100 ougis. Adopte les projets de loi dont un important تشكل فيها أولاهما مقاربة مندمجة لسلسلة القيم وثانيهما مقاربة للتسيير المندمج للمشهد. فالهدف التنموي للتسيير المندمج للمناظر هو توسيع وتعزيز التسيير المستديم لها في منظومات بيئية إنتاجية مستهدفة باستخدام مقاربة شعبية تشكل فيها حماية وتنمية أشجار القتاد أولوية أساسية. ممثل البنك الدولي تصنع هذا بمحمد صلى الله عليه وسلم وما ركبك أكرم على الله منه فارفض البراق عرقا يتصبب عرق. من الشهر الجاري وسيغادر المنتخب الوطني للشباب إلى مدينة الرياض يوم السبت. ثمن آخرون جهود الصحيفة التي قالوا موطنا لإنتاج الصمغ العربي.